حلقة النهاردة احنا هنعمل قطايف. طبعا انتوا عارفيني لازم احط الايه اللمسة بتاعتي، فعملها على طريقة التيرميسو. بعد كده هنمسك مشاكل الكنافة الحدقة وهلخصها لكم في أكلة معتبرة. اهلا بيكم في حلقة جديدة من مطبخ 101. النهاردة هنمسك علامة من علامات رمضان بالذات هنا في مصر، القطايف. القطايف غالبا ما بيتعملش بره رمضان خالص. ليه؟ معرفش، هو جميل وعجبني. القطايف اللي هعملها النهاردة هعملها على طريقة التيرميسو، او هستخدم نفس النكهات والتركيبة بتاعت التيرميسو اللي هي طبق حلو من المطبخ الإيطالي. فبالتالي المكونات عبارة عن ده كده قهوة، وعندي جبنة كريمي، بتبقى حاجة اسمها كريم تشيز، ما بتبقاش ما هلاش طعم الجبنة قوي، بس هي بتبقى كويسة جدا في الحلويات، بنستخدمها في التشيز كيك. لو شفت وصفات تشيز كيك وعارفين النوع الجبنة، هو ده نفس النوع الجبنة. طبعا شوية سكر، وبعدين عندي هنا ريحة أو روح اللوز، مستخلص من اللوز. هي دي، يمكن دي مع الشوكولاتة ومع القهوة اللي بتميز التيرميسو. وعندي شوية فانيليا، وممكن شوية عصير ليمون بسيط جدا عشان ندي بس حتى اللزعة كده في وسط كل السكر اللي بتحصل. وهنا عندي شوية مية. فاللي أنا هعمله إن أنا هعمل أول حاجة هعمل صوص أو هعمل شربات من القهوة دي اللي هنا. بعد ما نقلي القطايف هنقوم حاطين القطايف المقلي في وسط الصوص ده عشان القطايف تشرب القهوة، تشرب الحاجات دي وتبقى مش عارفة تنام بالليل. يعني أنا عارف إن لما أنا بشرب قهوة عندي صعوبة إن أنا أنام بالليل، فبالتالي القطايف برضو يبقى عنده نفس المشكلة. بنعملها إزاي؟ هوريها لكم هنا. بناخد سكر، بنعمل شربات عادي جدا، سيرب، سيمبل سيرب او شربات سهل جدا. بيتعمل ازاي؟ ايه المقادير بتاعتها؟ واحد لواحد، كوبايه كوبايه، معلقه معلقه، معلقه مين ومعلقه مين، معلقه او كوبايه ميه وكوبايه سكر، كوبايتين سكر يبقى كوبايتين مين. تمام، يبقى انا احط الايه الميه على السكر زي ما احنا بنعمل الكراميل لو تفتكروا. دي بقى هتدوب مع نفسها، واول ما تدوب هو حاطط فيه معلقتين كبار من القهوه. ده القهوه دي مش بن تركي، مش بن، في فرق بين القهوه اللي بتحط في الميه السخنه على طول وبنشربها، انتوا عارفين اسمها، حتى الماج بتاعها احمر. المهم ماشي، عرفناها وهنستخدمها. وانا في نفس الوقت انا مسخن الزيت عشان نقلي القطايف. بس قبل ما اقلي القطايف دي كده بتسخن مع نفسها، هنعمل الحشو او هنعمل اللي هو يعني ايه اللي بيدي التيرميسو المزازه بتاعتها والطعم بتاعها والسكر بتاعها، اللي هي الجبنه الكريمي كريم تشيز مع بقيه الايه الحاجات بتاعتها. فانا باخد دول، على فكره ده هما الاثنين كريم تشيز، بس ده كان ده نوع وده نوع، بس هما الاثنين في الاخر نفس الايه نفس الحاجه يعني. تمام، فهنحط دول تقريبا ايه كوبايتين. ليه كوبايتين؟ حتى عشان يبقى انا قاصد ان يبقى فيه زياده، لان الزياده دي عمرها ما بتترمي، عمرها ما يعني بالذات الجبنه دي. فايه يدوب هجمعهم بس كده، ايه خليهم يعني مش ما يبقاش مكلكع، يعني يبقى سموث، يبقى ايه طري شويه. تمام بالمنظر ده. وبعدين عندي ايه، اصل انا بحب دي من اكتر الحاجات اللي بحبها في العالم، يعني روح اللوز ده. يدوب نحط ثلاث نقط مش اكتر من كده. طعمه قوي جدا جدا جدا، فممكن يبوظ ممكن يبوظ التركيبه كلها لو احنا زودناها عن حدها. تمام، لازم يدوب حبه خفيفه. فحتى دلوقتي بانت ريحتها في وسط الايه الكريم تشيز.
شوية فانيليا تمام، سنة برضو نقطتين ثلاثة من عصير الليمون، حط أنا نقطة كمان معلش عشان تعرفين أنا بحبها، فخلاص كده ماشي يدوب عشان ندوق الجبنة وندوق الروح اللوز، ويبقى في الآخر خالص مش بحس بمزازة بس بحس في حاجة بتكسر طعم الجبنة، عشان كده بنحط اللبن سوري الليمون مش اللبن الليمون تمام. هذا المنظر كده تقيل وظريف وجميل. نرجع بقى للأخ اللي هنا، نبدأ كده أركنه بس ورا دلوقتي. ده كده ايه السكر بدأت تدوب، لسه ما دابش كله يعني، انا لسه شايف ان في ايه في حبايات سكر حب سكر صغير، فانا مش هلعب فيه كتير، فانا هستنى لغايه ما احس ان السكر كلها دابت وبدات ايه تعمل معايا كاراميل، ساعتها تتشال من على النار، لان انا مش عايز اعمل كاراميل، انا عايز اعمل سيرب، عايز اعمل شربات تمام. طيب الزيت ايه اخباره، تعال نشوف بالطريقه اللي انا وريتها لكم قبل كده، حط اي حاجه بايد خشب جوه ونشوف لو هي بتغلي ولا لا تمام، يعني خفيف شويه، ممكن نستنى دقيقتين. ده كده خلصان، شلته انا من على النار تمام، هقفل هنا عشان الحراره. جميل، شايفين هو داب، هي دابت كلها، كل الايه السكر اللي فيها دابت، فهو واخد انا القهوه كاني بعمل كوبايه قهوه بالسكر كتير يعني تمام. الدوب لازم لو هي الشربات ساقعه ما نحطش فيها القهوه، لان هي مش هتدوب، هتتعبنا عقبال ما تدوب. وادي كده الايه الشربات بطعم القهوه، هنسيبها تبرد شوية صغيرين بس لغاية ما نحتاجها. التيراميسو الطريقة الكلاسيكية بتاعتها ان احنا بناخد بسكويت معين اسمها سافيواردي. سافيواردي بسكيتس او البسكويت السافيواردي دي بتبقى معمولة اصلا من واخدة روح اللوز وزبدة ودقيق، وممكن متهيألي فيه بيض في الموضوع، لكن المهم ان هو بيبقى مقرمش جدا، فبياخدوا الاسبريسو او القهوه الايطالي ويادوب البسكويت دي تتنقع يعني، يادوب تتحط كده في الاسبريسو، تشرب شويه تشفط القهوه، بعد كده بتترص في ايه في الكاسرول بتاعتنا ونحط عليها الحشو او الغطا بتاعها اللي هي الاستاذ اللي مرمي هناك ده. لكن احنا في مصر ما عندناش سافيواردي بسكتس، عندنا قطايف، ولازم انا عايز اعمل حاجه في القطايف قبل ما ايه قبل ما احط عليها الشربات، فبالتالي هقليها. هنا بقى ممكن انتوا تجربوا اشكال، بمعنى احنا ممكن تاخدوا القطايف وتعملوها زي ودن كاننا هناكل ملوخيه يعني، انتوا عارفين الودن القطه دي تمام، وتتقلي على كده تمام، او ممكن نسيبها زي ما هي وايه وخلاص، لان في الاخر انا عايز ايه، انا عايز اقليها عشان تبقى مقرمشه معايا. تمام، لو انا عملت ودن القطه كل في الموضوع ان انا بدل ما انا هحط الجبنه من على الوش هحشيه من جوه، يبقى دي كده لقمه ظريفه جدا ممكن ناكلها تمام. ده كده كان برضو الشربات عملتها قبل كده بس ايه وبردت، فانا هحطها هنا على جنب. تمام، هنيجي نبص بقى ايه الموضوع. دول شويه اللي عملتهم قبل كده، اشكال بقى مختلفه بقى اللي مقفولين واللي مفتوحين خالص وكده. انا كنت عايز اوريكم الموضوع الحشو بيبقى منظره ازاي. فكده عندي اتنين
اختيارين عشان انتوا ايه يبقى تبقوا واخدين بالكم منها. دي كده عادي جدا اهي يعني سامعين مقرمشه جدا. فانا حاطط مكسرهم وده برضو الطريقه دي كويسه جدا لو في قطايف زياده مش عارفين نعمل فيها ايه. اشترينا بزياده ودي دايما بتحصل. ممكن نجرب الوصفه دي ونستخدمها بطريقه مختلفه يعني بدل ما لازم احشي واحده واحده وبتاع لا خلاص اقليهم ونكسرهم وخلاص. انا عايز لقم كده يا دوب ممكن ادب فيها الشوكه تمام بس في نفس الوقت ما تبقاش كبيره قوي يعني تمام مش كده. انا عايز ايه اعمل مستوى عايز اعمل طبقه ظريفه من البسكويت ان انا قلبتها بسكويت بسكوت صح بالطريقه دي تمام. ناخد الشربات نحطها دلوقتي يا دوب حبه بسيطه جدا مش كتير تمام. تقليبه 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 تمام بس. بعدين ايه اخر حاجه الغطا بتاعنا نغطيه ايه ببنايه من الجبنه تمام كانها ايه بطانيه عشان ايه القطايف بالاسبريسو او قطايف بالقهوه إيه كده تتدفى كده وتنام تبقى ايه حالتها حلوه. اوكي ماشي بس عايزين بقى تسووها بقى يعني ايه توزعوها وزعوها مش عايزين توزعوها مش لازم توزعوها لكن ايه حاولوا ايه على قد ما تقدروا ان يبقى شكله ظريف شويه يعني مفيش كل على الاقل كل وحد كل القطايف اللي جوه واخده نصيبها من الجبنه دي تمام. That's it, perfect. الفينش بتاعنا سهل جدا مفيش حاجه عباره عن طيب لو انا كنت احشيها جوه هنا بالمعلقه بس انا خلصتها كلها نحشيها جوه المعلقه وبعدين نفنشها بنفس الطريقه اللي هي ايه ادي كده ايه الشوكولاته بعدين على الوش نبشرها وايه وخليكوا ايه كرمه في الايه في الشوكولاته بس كده. ادي كده الايه حاجه خفيفه كده سريعه قطايف تيراميسو او قطايف بطعم التيراميسو جربوها وايه والعبوا بالاشكال يعني مش شرط ان انتوا لازم تعملوها بنفس الطريقه اللي انا عملتها بنفس الرصه يعني بس ايه بنفس المكونات وجربوا باشكال مختلفه. وانا دلوقتي هطلع فاصل لما نرجع هنشوف ايه الحاجه الثانيه اللي هنعملها مع بعض. اهلا بيكم تاني في فقرة المشاكل اللي بتجيلي على عن طريق الانترنت ازاي تبعتوها 944-55 رسالة فاضية تجيلكوا رسالة فيها الرابط اللي تخش عليها من الكمبيوتر او من حتى لو التليفون بقى بيخش على النت وتعملوا ابلود للصورة او للفيديو أو فيديو للأكلة اللي باظت أو للسؤال بتاعتكم. سؤال النهاردة جاية عن طريق بريد غريب شوية
جايه في السكينه. والسؤال هل ينفع ان احنا نعمل كنافه بالجبنه؟ لان السؤال اللي بعديه ازاي نعمل النابلسيه بالجبنه بالطريقه الصحيحه. فده يعني السؤال التاني رد على السؤال الاولاني. بعدين في سؤال تاني، طيب هو في شربات في الموضوع ولا مفيش؟ اه في شربات في الموضوع. ليه دي مهمه جدا هشرحها لكم واحنا بنطبخ. وبعدين ايه اخر واحده، ما هو كل ما انا بعمل كنافه بتطلع ناشفه وبتتكسر جامد وحالتها صعبه. بصوا يا جماعه عشان نفهم احنا بنشتغل بايه. كنافه، زبده سايحه، عسل ابيض، فستق نزل للتزيين، ممكن اي حاجه تانية. والجبنه دي عباره عن جبنه عكاوي. جبنه عكاوي دي انا نقعتها في ميه عاديه جدا من اليوم اللي قبليها من امبارح عشان بس ما تبقاش مملحه قوي، وكمان يعني تبقى طريه شويه اكتر. يعني العكاوي عامه تبقى قفشه نفسها شويه. وانا رحت حاطط عليها شويه جبنه موتزاريلا عشان انا عايز الحته اللي هي الجبنه لما بتمط كده زي البيتزا، تقوم مطلع سلايس كده وتلاقي حاجه كده راح هناك. انا عايز الموضوع ده عشان كده حطيت شويه موتزاريلا تشيز، جبنه موتزاريلا. بنعمل ايه بقى في ده؟ النابلسيه، بص انا بشبه النابلسيه ب، يعني احنا ما بناخدش الكنافه ونقعد نلفها ومش عارفين بتاع، بالعكس ان احنا عايزين نعمل الكنافه نتعامل مع الكنافه كانها شعريه بس شعريه طريه شويه. ازاي بقى؟ ان انا باخدها في الاول لازم اخليها تبقى شعريه. ازاي؟ ان انا هاخد شويه كده وايه بس نقعد ايه نكسرها كده تبقى زي فتل صغيره او يعني حاجات صغيره كده من الكنافه. كني ده بيفكرني مثلا لما انا كنت بتخانق مع اخويا واحنا صغيرين خالص وكنت بحاول اشد شعره، نفس الموضوع. فايه يعني ده لو ده بيفكركم بحاجات عدوانيه انا مش مسؤول، تمام؟ طيب ادي كده ايه، فهو يطلع بس ما يبقاش فيه خيط طويل ولا اي حاجه من الحاجات دي. ناخد الموضوع ده، تمام؟ نتاكد بس ان احنا عملناها كويس. كل شويه ايه نمسك الموضوع ده، اكشلي هو ظريف جدا اصلا الطريقه دي. يعني انا مستمتع باللي انا بعمله، يعني ممكن اعمل كده لمده ساعتين ثلاثه اربعه يعني من غير ما افكر في اي حاجه، كده بركز بس في الحاجه دي. هيطلع معانا ايه حاجه كان زي ما قلت لكم زي الشعريه. طيب الخطوات بتاعتنا، هنمسك الشعريه دي عايزين نحطها في الاول في طاسه. الطاسه على النار دلوقتي، نقلع عليها، تمام؟ ونحط فيها سمنه او زبده. ما تبقوش ايه خايفين من الزبده، يعني ما حدش قال ان اكل رمضان صحي خالص. يعني انا متهيالي اصلا ان شهر رمضان بندور اصلا على الاكل الغير صحي خالص، يعني اللي هو ما يبقاش صحي اصلا عشان ناكله في رمضان. حط كميه سمنه، كميه زبده، مش زيت، سمنه او زبده عشان يبقى طعمه حلو قوي. نحطها في الطاسه، وهناخد الكنافه اللي احنا بهدلناها نحطها في وسط الزبده. نحط انا شويه كده، بعدين بنقلب. انا عايزها ايه، انا عايز الزبده كلها تخش على كل الايه، تبقى داخله في وسط كل الكنافه، تمام؟ حط شويه كمان. ماشي، حط الباقيين. يلا تمام. بس يا دوب انا مش عايز اطبخها،
يعني مش عايز حتى انا يدوب بجمعها على النار ليه؟ عشان الزبده تفضل سايحه معايا. وابتدي يدوب يدوب بفكر ان الشعريه نفسها تتحمص. يعني انا بقول خلاص شعريه يعني عشان ايه عامله زي الشعر، لكن دي كنافه يا جماعه. تمام؟ شايفين انا بعملها ازاي؟ شايفين؟ خدين بالكم صح؟ طيب دلوقتي عملت ايه؟ يبقى كده انا شايف اللون بتاعها لونها اصفرت وبقت حلوه. تمام؟ انا هسيبها بس يدوب على النار لغايه ما اسمع صوتها. لو لما اسمع صوتها تبقى ايه؟ جاهزه ان انا اخش على المرحله الثانيه. بس الم الحاجات اللي وقعت دي. ليه بنحط الشربات؟ شو ده كان السؤال؟ هل اصلا بنحط الشربات؟ بصوا هو هي جبنه العكاوي، جبنه حادقه؟ جبنه حادقه. طيب هل الجبنه الموتزاريلا يعتبر من الجبن الحادقه؟ ممكن. اوكي. يعتبر. تمام. طب ليه بنحط عسل؟ نحط عسل لان العسل بالذات هنحتفظ بالرطوبه اللي موجوده جوه الكنافه نفسها، فبالتالي مش هتنشف مننا بسرعه. كمان احنا حاطين كميه زبده محترمه مع العسل، فيبقى ايه؟ يبقى عندنا الاساس بتاع النابلسيه برضو طري وظريف، وفي سنه قرمشه، زي يعني لازم يكون في شويه قرمشه، بس مش كوكيز، يعني مش بسكوت، مش بسكويت. بس في نفس الوقت هل كمية العسل هتبقى غريبة جدا مع الجبنة اللي احنا في ذهننا ان هي تبقى حادقة؟ لا مش هتبقى غريبة. ليه؟ انا هقول لكم ليه، هشرح لكم ازاي. دلوقتي في احنا عندنا سكر وعندنا ملح، الاتنين بالنسبة لنا زي ابيض واسود، واحد ضد التاني، واحد عكس التاني، يعني حاجة مسكرة او حاجة مملحة. تمام؟ ما ينفعش في يعني يعني غريب جدا لما نفكر في حاجه بتبقى مملحه ومسكره في نفس الوقت. لكن الحاجات اللي بتبقى وانتوا شفتوني قبل كده بعمل اطباق حلو، اطباق ديزرت، بحط فيها ملح. ليه؟ عشان نسبه الملح الصغير في وسط الحاجه المسكره بتزود احساس الواحد بالسكريات، بتزود احساس الواحد بالحاجه لما بتبقى مسكره. تمام؟ فعشان كده يعني ايه ما تستغربوش قوي من العسل اللي في النابلسيه. تمام؟ هي كده ايه بدات دفت شويه، احنا كده ايه نظبطها. تمام. نقوم عاملين ايه؟ ادي كده ايه صينيه كده بنحطها. انا دي عاده الصينيه دي بتخش على النار، لكن انا حطيتها على طول هنا عشان بعد ما اطلع من هنا هبتدي اركب النابلسيه. برضو نحط شويه ايه سمنه او زيت، زيت مين، ما احنا قلنا مفيش زيت، او زبده. نغطي القعر بتاعها عشان ما يلزقش. عشان كده احنا بنحط الزيت او الزبده الماده الدهنيه هنا. سامعين؟ ماشي. بعد كده ايه هبتدي اركب. تمام. هاخد انا شويه ايه الكنافه نصهم. وهوزعهم على الصينية كلها. ماشي. احنا عايزين السمك بتاعها تقريبا تبقى مش اكتر، مش ازيد من سنتي، مش اقل من نص سنتي. تمام.
خلي بالكوا دي ما فيهاش لا بيض ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه، فهي مش هتنفش. تمام، اكمل بس الحب الصغيرين دول. تمام، وايه انا بدوس عليها عشان تبقى حته واحده، لان انا عايز القرصه، انا عايز اطلع قرصه من الكنافه المنظر ده. تمام، جميل. بس وانا كده عندي الباقي احطهم على الوش. هنا احط الايه، ابتدي ارص الجبنه. لما بنحط الجبنه ما بتحطهاش على الاطراف، يا دوب بنسيب، لازم نسيب حرف. تمام، فنحط الجبنه، نبتدي من النص ونطلع لبره. تمام، من النص يا دوب نطلع لبره. بعد ما انا ابتديت بنار عالي، انا هوطي النار عشان ادي فرصه ان الجبنه يعني يبتدي ياخد حراره من الـ من الـ من الكنافه اللي تحتيها، وفي نفس الوقت ما تحرقش الكنافه. تمام، يدوب ايه حبه ظروف كده. شكرا. طيب ايه اللي هيحصل بقى عشان بس ايه، عشان احنا عايزين الجبنه دي تسيح، هنعمل الحركه اللي احنا بنعملها في البرجر لما احنا بنحط عليها جبنه. هنجيب اي طاسه او اي حله او اي غطا ويدوب ايه نغطيها، فبالتالي الحراره مش هتهرب، مش هتطلع بره في الهواء، لا هتفضل هتقوم خابطه في الطاسه ومراجعه على الجبنه، فالجبنه تسيح. بعد كده نقلبها. تمام، ويبقى المنظر كالاتي. بعدين احنا ايه، بس ايه ده كده احنا ظبطناها، فاضل لها بس الفينش بتاع شويه عسل خفاف. تمام، على الوش. تمام، يدوب عشان السكر مع الحوادق اللي تحتيها تبقى ظريفه. تمام، بس كده، شكرا. طيب لو احنا جينا من الناحيه دي وبصينا عليها هنشوف ايه، هنشوف الجبنه اللي تحت. تمام، وسايحة. شايفين الجبنة؟ ادي كده الجبنة بقت تحت. بس فادي كده ايه، هي برضو هي سربرايز شوية، هي ايه مفاجأة. ايه ده كنافة وفستق وحركات، ايه ده في جبنة، بس طعمها ايه؟ طعمها تحفة. ادي كده النابلسية. وبعدين انا متهيأليش ان النابلسية بتقعد، يعني متهيألي ان دي كده بتخلص يعني في نص ساعة. ما تعملوش حاجة جنبيها عشان يعني لو هتعملوا كنافة ما تعملوش كذا، ما تعملوش بسبوسة جنبيها، تهالي يعني، خليكم مركزين في الكنافة. يعني في المنيو ابقوا ركبوا المنيو كده عشان مفيش حاجة تترمي ولا فيش حاجة ما تاخدش حقها من الناس. تمام، شكرا جدا ان انتوا تابعتوا معايا النابلسية وشفتوا القطايف العجيب اللي انا عامله النهاردة. عايز افكركم تاني ان الرقم اللي تبعتوا عليه رساله فاضيه من الموبايل 944-55 هتجيلكوا رساله فيها كل الايه الخطوات اللي تقول لكم ازاي تبعتوا لي الاسئله بتاعتكم. keep on cooking، استمروا في الطبيخ، رمضان كريم.